نكون صراحه، نكون واقعيين، يعني ما كاين لا حوافز لا ما كاين حتى شي فريق اللي اتصل بنا ولا عطى شي حافز للاعبين ولا للمكتب. فاحنا الحمد لله الهدف ديالنا هو جينا باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه، عارفين بان غنلعبوا ضد الفريق الوداد اللي هو فريق عريق، فريق عنده تاريخ. احنا جينا باش نحققوا واحد 3 ديال النقط باش نبقاو ضمن البوديوم. فهذا هو الدافع اللي جعلنا نقوموا واحد المقابله في المستوى اللي اللاعبين كنشكرهم لانه قاموا واحد المقابله في المستوى وواحد الروح قتاليه. فكنظن حتى الجمهور تمتع بهذه المقابله. احنا بالعكس ماشي تيرا ساعدنا بان حنا ما عندناش ديك لابيتود نلعبوا في ديك الميدان الصغير بحال كنا. حنا دائما في مدينه طنجه كتشوف حنا ملعب كبير، عندنا خبره، عندنا تجربه، ولكن هذا ماشي يعني عائق بجوج الفرق لا اتحاد طنجه ولا الوداد البيضاوي. فحنا كنظن العزيمه باش نحققوا واحد النتيجه هي اللي جعلتنا باش نقوموا واحد المقابله في المستوى. نزلنا على اساس نفوزوا ب3 نقاط، نعرف ثم ضغط كبير مع المجموعه كامله. الفتره هذه معناتها نمروا بفتره ما عيش نتائج ما كانتش جد ايجابيه، ما مشيتش حتى معنا الصقم نتاع اللعب نتاعنا، ومن بعد السفره نتاع سان داونز بطبيعه الحال، وبعد سفره مع بركان انسي تويت في البلاد سي ان بيترو معناتها، خاصة ثم نحس اللي ثم فاتيك مونتال وثم بريسيون سور لو جوار. دوك مانيير معناتها اون ايسي تو فيغ الميطون لول لوجيكمون معناتها كنا نجموا نسجلوا على الاقل هدف معناتها اتاحتنا عدد فرص ما سجلناش هدف بطبيعة الحال. استغلوا الغلطة، هذه الغلطات اللي ديما نتكلم عليها مع اللاعبين. ممنوع تضيع الكرة، ممنوع تعطي كرة للادفيرسير، ممنوع تخسر كرة. خسران الكرة معناتها قبلنا 2 أهداف على سويت، خسرنا اون بيردو دو بالون، اون في كوم دو بيتيز، اون معناتها اون باي كاش. رزمون لا فورس دو كاركتير دو نو جوور، قوة الشخصية نتاع اللاعبين، نشكرهم على هذا. رغم البريسيون رغم كل شيء حصلوا على هدف التعادل في الدقائق يعني في اخر لحظات المقابله. كان لعب ضد فريق سابق، ولكن الان انا كنحمل انا والفريق اتحاد طنجه، ف يعني كان ضروري انني نحترم الفريق اللي كنلعب معاه. والحمد لله قدمنا واحد اللقاء في مستوى كنا كنتمناو ان نحققوا 3 نقاط، لكن ضيعناه في اخر الثواني. ان شاء الله عندنا مقابله جايه ضد فريق فتح الرباطيق، نحاولوا ان شاء الله نسترجعوا هذه النقاط اللي ضاعوا لينا. الحمد لله الامور مشات مزيان، يعني درت مؤخرا يعني درت لي ريم، طلعت الحمد لله نتيجه مزيانه بالنسبه ليغامو. يعني راك عارف 4 ديال السيمانات والانسان واقف، فاش غيدخل ضروري ما غادي يدخل واحد ربع ساعه يقلب على الريتم. الحمد لله اليوم يعني واخا نتيجه ديال التعادل كنا طامحين اننا نفرحوا هذا الجمهور اللي شتي اليوم كيجي للملعب ونخليهم يمشيو فرحانين. ما استطعناش، خدينا نقطه بالنسبه لنا ايجابيه، نحاولوا نطوروا الصفحه وان شاء الله نضربوا على الشامبيونز ليغ ان شاء الله. فمقابله ما كانتش سهله، اللاعبين راح يتقدموا مقابله جميله، كنا كنتمناو باش تحققوا نتيجه ايجابيه. ساعه كما كيشوف الجميع في اخر دقيقه تسجل لنا هدف تعادل. المباراه كانت جميله، اللي تفرج ما كنظن ما غاديش يستمتع بمقابله جميله. فكره القدم هي اللي فيها هزيمه وانتصار وتعادل، حنا اليوم حققنا نتيجه تاع التعادل حتى هي ايجابيه بالنسبه لنا، ولكن كما قلت لك كره القدم هي هذه. فاحنا في اي مقابله المكتب تاع اتحاد طنجه كيدعمنا وكيعطينا حوافز ماليه. حنا ما كنتسناوش شي فريق باش يساعدنا، حنا كنلعبوا في فريق اتحاد طنجه، وكما كنقول لك كنتخلصوا في فريق اتحاد طنجه، وكنا جايين باش نحققوا نتيجه ايجابيه للفريق تاعنا ماشي لشي واحد اخر.